ويسعدنا ان احنا يكون موجود معانا سعاده المفوضه اميره الفاضل مفوضه الشؤون الاجتماعيه بالاتحاد الافريقي، مشرفانا. اهلا ومرحبا بك، والتحيه لكل المشاهدين الكرام. اهلا بيكي. خليني ابدا الاول، يمكن المشاهد المصري وقد يكون المشاهد العربي مش معتاد على كلمه مفوض الشؤون الاجتماعيه، والملف اعتقد انه ثقيل ومتخم ومهم فيما يتعلق بالاتحاد الافريقي. نحب نفهم يمكن طبيعه هذا الملف. ملف مفوضية الشؤون الاجتماعية هو واحد من 8 ملفات تقع تحت مسؤولية رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي. ومفوضية الشؤون الاجتماعية تهتم بعدة مجالات، او تقع تحت مسؤوليتها عدة مجالات، من اهمها يمكن التنمية الاجتماعية، محاربة الفقر. مفوضية الشؤون الاجتماعية مختصة بالصحة في افريقيا، العمل والعمال والهجرة في افريقيا. تهتم ايضا مفوضية بقضايا الثقافة، قضايا الرياضة، كلها تقع ضمن اطار المفوضية، ومنها تتشعب ايضا موضوعات اخرى مثل محاربة الاتجار بالبشر، اهتمام بقضايا حماية الاطفال، الاهتمام بقضايا ايضا المعاقين كفئه من الفئات الهشه، ايضا تقع ضمن اختصاص المفوضيه. فمفوضيه الشؤون الاجتماعيه مفوضيه ذات اختصاص واسع جدا، تشتمل على 6 ادارات رئيسيه و4 مكاتب فنيه في عدد من الدول الافريقيه.